ينبغي أن يكون واضح عندنا أن كرازة الرسل لم تكن بموت الرب كما نفعل نحن في هذه الأيام، لم تكن جوهريا بتتكلم عن فكرة موت الرب على الصليب، لكنها كانت تقوم أساسيا على البشارة بالقيامة وليس بالموت، لأن البشارة بالقيامة متضمنة في ذاتها الإخبار بموت الرب، وإلا فلما نقول قيامة، قيامة من ماذا؟ قيامة من الموت، فهي متضمنة الإخبار بموت الرب ولكن مؤكدة على الإخبار بأن موته أفضى إلى القيامة، فكانت منطلقة إلى حقيقة أن الذي مات غلب الموت وأن الذي حمل الخطية أبطل الخطية بذبيحة نفسه، ولذلك فقد قام. ومدام الموت بالخطية، يعني الموت دخل بسبب الخطية، يبقى اللي غلب الموت غلب الخطية، إذن فقد كانت شهادة الرسل بقيامته، بغلبته، بنصرته، بتحريره، بتغييره لطبيعته، مش مجرد بالموت فقط. ولكن الآن حينما أقول كلمة الموت، أول ما أقول كلمة الموت، ما يتبادر إلى ذهن السامعين على طول هو فكرة موت الجسد، بس الحقيقة إن ده مش الموت، ده انحلال الجسد. وعشان كده الرب له المجد هو أول من نحت هذا التعبير. تعبير إيه؟ اللي احنا بدأنا نستعمله في العهد الجديد على طول، تعبير الرقاد، لأن هو اللي لما قالوا له لعازر مات فرد مصححا وقال لهم لعازر حبيبنا قد نام، إذ ليس هو موت لعبيد بل انتقال. دي تعريفات جديدة. انحلال الجسد اسمه الرقاد، نام وسيستيقظ. أما ما اسمه الموت في العهد الجديد فهو حاجة تانية بقى، حاجة تانية غير رقاد الجسد. الرقاد يحدث للجسد بانحلاله، أما الموت فهو يصيب روح الإنسان أولا قبل أن يصيب جسده، وكذلك الحياة الجديدة تتسلمها الروح الإنسان أولا، تخلص بواسطة الكلمة، أولا النفس تستلم الحياة الروح ثم تنقلها للجسد. الحياة هنا اللي بتستلمها روح الإنسان هي حياة الله في حاجة جديدة ليست من طبيعتها، بتفيض فيها بالروح القدس، هي حياة الله. ومن ثم فإن حياة الله الجديدة عليها دهيت هي التي تعطيها الحياة الجديدة، ثم تبتدي الروح الإنسانية تشع في الجسد هذه الحياة، فيمتلئ الجسد أيضا من حياة الله. الرسول بولس هنا بيقول إنه قام، الرب قام، عارفين قام ليه؟ إذ لم يستطع الموت أن يمسكه. إذن الموت حاجة تستطيع أن تمسك وتقيد روح الإنسان، وبالتالي يفضل روح الإنسان محبوسة جوة الموت. عايز تعرف شكلها إيه حياة الله؟ شوف صفات الروح القدس، شوف أعمال الروح القدس. حينما يأتي الروح القدس تنسكب محبة الله في قلوبك، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. تبقى حياة الله شكلها إيه؟ حب. لما امتلأوا بالتلاميذ من الروح القدس كانوا يمتلئون بالروح القدس والفرح. تبقى حياة الله شكلها إيه؟ فرح. إن ملكوت الله ليس أكل وشرب بل فرح وبر وسلام في الروح القدس. تبقى حياة الله إيه؟ فرح وبر وسلام. حينما أكون إذن في حياة الله
أبقى في محبة الله، أبقى في محبة القريب، أبقى في فرح الروح القدس، أبقى قلبي رايح على الله، يبقى فكري ماله؟ أما نحن فلنا فكر المسيح. أهدي حياة الله، ما يبقى فيك حياة الله تبقى جات لك منين؟ جات لك من روح القدس. يعني أنت موصل على روح القدس، فحينما ينحل الجسد وتخرج الروح الإنسانية من الجسد، بتعمل بتسبح في الروح القدس زي الفراشة ما بتطير ناحية النور، ناحية مركز النور. النور بيجتذبها، بيشدها، فهي تسبح في النور إلى مركز النور. أهو ده اللي اسمه إيه بقى؟ لم يقدر الموت أن يمسكه. إبليس ماسكك قد إيه؟ 50%؟ 60%؟ 70%؟ 100%؟ ما يزال يوجد رجاء في بلوغ القيامة من الأموات. ما دام ما دخلش وأغلق الباب يبقى لسه فيه، حتى لو الفتيلة على آخرها، آخر نقطة زيت، بعد كده فاضي، لسه الباب ما اتقفلش. خرجوا يا أحبائي من قبضة الموت، اغلبوا بقوة الحياة التي فاضت من المسيح، لأنه قد أعطي لكم بسعة الدخول إلى ملكوت ربنا يسوع. اخرج من قبضة الموت، بيع شهوات نفسك الشريرة، بيع شهوات الجسد، بيع الخطية، بيع غرور هذه الحياة، بيع الانتقام، بيع الغيظ، بيع البغضة، بيع الحقد، بيع الكراهية، واشتري الحياة، بيع خداع الذات والضلال والالتواء والكذب، بيع الكبرياء، واقتن الحياة، واستلم الحياة الآن وفي هذه الساعة. قوة سلطان دم يسوع، اسم الرب يسوع، تكون قوة القيامة وفرح وشفاء وفكاك، تتحرر بها قيود النفوس. اجعل من هذه الليلة ليلة قيامتك قوة ونعمة، تخرج النفوس والأرواح من قبضته، وكذلك الأجساد بقوة غفران دم صليبك المحيي.